السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الحكواتي، وموضوعنا نجوم الدور الثاني. نجمة الدور الثاني في الحلقة دي هي اسمها نجمة، بس ده مش اسمها الحقيقي. هي أشهر شريرة في تاريخ السينما المصرية، نظرة منها ترعبك، لفتة منها تجعل أعضاءك وفرائصك تضطرم وتضطرب. عندما تتكلم تشعر أنك في حضرة إبليس، على الرغم من أنها لم تكن كذلك في الواقع، كانت نسمة في الواقع، طيبة القلب، تكاد تكون متناقضة وغريبة تماما على عن أدوارها اللي قدمتها على الشاشة. نجمة الدور الثاني في الحلقة دي هي الفنانة الكبيرة القديرة نجمة إبراهيم. نجمة إبراهيم ولدت لأسرة يهودية في القاهرة في فبراير 25 فبراير 1914، يعني تقريبا قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، ورحلت عن عالمنا في مصر في 4 يونيو 1976. نجمة إبراهيم ولدت في حارة اليهود باسم بوليني أوديون، دخلت مدارس الليسي الفرنسية ولم تكمل تعليمها. كانت أختها رائدة من رائدات المسرح المصري سيرينا إبراهيم، وكانت سيرينا من أوائل نجمات المسرح في فرق المسرح الجوالة في مصر، ثم كان بيستعان بيها في فرق المسرح الكبيرة لتكون بطلة، يعني كانت في فرقة سلامة حجازي، في فرقة منيرة المهدية، في فرقة جورج أبيض، ثم فرقة نجيب الريحاني، ثم إسماعيل ياسين ويوسف وهبي والكسار. سيرينا إبراهيم كانت بتصطحب أختها اللي أصغر منها بحوالي 20 سنة معها إلى المسرح، وكانت نجمة معشوقة، أو بوليني خلينا نقول، كانت بتعشق المسرح وكانت معشوقة لكل الفنانين اللي يعرفوا سيرينا، إلى أن بدأت تشب عن الطوق ودخلت في مرحلة المراهقة، فبدأت تغني وكانت بتقلد منيرة المهدية، وكانت بتقلد أيضا أم كلثوم، وكانت بتعمل التقطيع والتواشيح الصعبة. نجيب الريحاني قال لنجمة لبوليني بقى أوديون، قال لها أنت هتبقي نجمة مسرح وهتبقي نجمة كبيرة. فقالت له طب إيه رأيك سمي نفسي نجمة؟ قال لها سمي نفسك نجمة، فسمت نفسها بدل بوليني أوديون، أختها كانت سيرينا إبراهيم، وإبراهيم ده أحد جدودهم، فسمت نفسها نجمة إبراهيم أخت سيرينا إبراهيم، وبدأت تغني في المسارح ما بين الفصول التقطيع والموشحات. المسرحيات الكبيرة اللي كانت قدمتها فرقة الريحان السيد درويش، خصوصا المسرحيات الاستعراضية، كانت بتغني فيها نجمة إبراهيم، زي الليالي الملاح وشهرزاد والباروكة وغيرها من المسرحيات الكبيرة الغنائية الاستعراضية في تاريخ المسرح المصري. انطلقت في المسرح الاستعراضي في النصف الاول من القرن العشرين، ثم انتقلت الى السينما وقدمت افلام مهمة، من اهمها انا الماضي عام 51، ربحة قبلها عام 43، مغامرات عنتر وعبلة 48، ثم الفيلم اللي عمل لها صيت جامد جدا ونقلها للادوار الشر الفظيعة المريعة، رايا وسكينة، لدرجة انها عملت فيلم بعد كده مع اسماعيل ياسين، وعملت فيلم تاني اسمه مقابلة رايا وسكينة. يعني رايا وسكينة عاشت عليه في حوالي 3 افلام، لكن لا يمكن ان ننسى اول دور ليها في فيلم رايا وسكينة، وهي بتقول الافيه الشهير اللي اشتهر بعد كده على لسانها: محدش بياكلها بالسهل. يلا يا رجالة شوفوا شغلكم. قطيعة محدش بياكلها بالساهل، الولية وانا منخنقها عضتني في ايدي تاكلش عدوتها. نجمة إبراهيم ايضا حاولت تقدم اعمال عالمية، لدرجة انها رشحت لبعض الافلام العالمية، ومنها وشاركت فعلا في فيلم تيتا وونج عام 1937، ويمكن من اوائل الممثلات المصريات والعربيات اللي شاركوا في افلام عالمية. بعد كده قدمت عدد من الافلام القوية مثل لن ابكي والليالي الدافئة،
وايضا قدمت جعلوني مجرما، وقدمت مسرحيه غاده الكاميليا اللي غنت فيها، ولكن هذه المسرحيه للاسف لم تسجل او تصور. شوف العيلين يكونوا عيني عرج مكسحين. حاضر يا معلمه. شفيقه. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. انا بس بقول دول عيال صغيره وخايف عليهم الموت. وهو انا قلبي هيكون احن عليهم من قلب ابوهم وامهم اللي رموهم في الشوارع؟ خدي دول اسرح انت بواحد ودي واحد لروحيه. هات البيت الجديد يا الشغل. الجرح نجمة ابراهيم حفظت اجزاء كبيره من القران، وكانت بتقدم مسرحيات تاريخيه باللغه العربيه الفصحى الرصينه. ويمكن عام 1932 اصرت انها تعلن اسلامها في الازهر. ولما قامت ثوره 1952 اعلنت تاييدها للضباط الاحرار، واعلنت تاييدها لثوره 52، واعلنت رفضها السفر لاسرائيل، عكس موقف اختها سيرين ابراهيم اللي مصر قدمت لها الشهرة والمال وكل شيء، ولكنها في عام 56 سابت مصر سيرين ابراهيم مع ممثلة يهودية اخرى هي رأي ابراهيم، اللي كانت اول مندوبة لدولة الكيان الصهيوني في الامم المتحدة، واللي قتلت سميرة موسى عالمة الذرة المصرية. انا بقول ده لانه في فنانات يهوديات ترعرعنا وولدنا وكبرنا في مصر وخانوا الهوية المصرية والوطن المصري، وهناك فنانات أخريات حافظوا الجميل وعلوا شأن مصر زي نجمة إبراهيم وزي نجوى سالم وغيرهم. نجمة إبراهيم أثناء أيضا المجهود الحربي بعد 67 ذهبت مع أم كلثوم لجمع تبرعات للجيش المصري، وكرمها الرئيس السادات بعد نصر أكتوبر، واعتبرها من الفنانات اللي قدموا دور وطني عظيم للفن والسينما المصرية ودور وطني للشعب المصري. وعشان كده لما تعبت وما كانش معاها تمن العلاج، انور السادات امر بعلاجها على نفقة الدولة، وفعلا تم علاجها على نفقة الدولة، وشكرت الرئيس السادات والحكومة المصرية على هذا الموقف الجليل. وبالمناسبة ولما تعبت عرض عليها من اسرائيل انها تذهب الى تل ابيب وتعالج، لكنها رفضت واعلنت ان رفضها لهذا الكيان الصهيوني، وقالت ده كيان يحتل أرضا غير أرضي. حامد أنا عايز أكلمك. عن إذنك يا عم. إزاي تسيبه يا حامد؟ عنتر. لا يا رويه سيبيه، ابعد عنه يا عنتر. روح يا ابني، روح استريح يا شريف. أنت مجنون يا حامد. ما تخافيش يا رويه، اطمني. هتعمل إيه لسامية؟ هعمل إيه يا رويه؟ هتستنى ما يبقى لك ابن من سامية؟ ابن من سامية لازم حيكون جميل يا رؤية. الجمال في النفوس الوضيعة ما يبقاش جمال. قصدك ايه؟ قصدي انك تتخلص منها، من الجنين اللي في بطنها دلوقتي حالا من غير ما حد يشعر. رؤية، الحبوب اللي كتبها لها الدكتور لو زودنا لها الكمية. اوعي يا رؤية، الجنين ده ابني، الخير والشر أصبحوا ساكنين في جسد واحد، ومش ممكن أقتل ابني. ابني يا رؤية. وأنا مستحيل أقبل إن يكون لك ابن من بنت أعدائك، بنت المجرمين. اوعي يا رؤية، اوعي تقربي منها. هو ده انتقامك؟ تنسى كل شيء بمجرد ما تعرف إن سامية حامل؟ أنت مش حامد اللي أعرفه، أنت بقيت إنسان تاني، إنسان ضعيف. أنا مش ضعيف يا رؤية، أنا قوي، قوي إيمان بالله، ومن تاب وأصلح فالله غفور رحيم. ونعم بالله، أنا هستنى يا حامد، هصبر لغاية ما يبقى لك ابن من سامية، والأيام هتوري لك. كانت من أطيب الناس ومن أطيب القلوب، كما يشهد بذلك كل
الذين عاصروها، وكانت أيضا رئيفة جدا بالأطفال لأنها لم تنجب أطفالا، فكانت بتنفق أموالها على ملاجئ الأطفال وعلى الأيتام، وكانت من بتفعل الخير في السر، ويشهد بذلك كثير ممن عاصروا نجمة إبراهيم اللي رحلت عن دنيانا في 4 يونيو 1976. رحلت بجسدها لكنها باقية بأعمالها وسيرتها سواء الفنية أو الإنسانية. دي حكايتنا في هذه الحلقة عن فنانة ونجمة سكنت الدور الثاني وتألقت فيه، هي نجمة إبراهيم. وفي حلقة أخرى نحكي عن فنانة أو فنانة أخرى سكنوا الدور الثاني والحكواتي. وإلى اللقاء.